في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من وضع حد لشبكة إجرامية خطيرة مختصة في الاعتداء على المواطنين وسرقة مركباتهم من خلال استدراج الضحايا عبر تطبيق خاص بنقل الأشخاص انطلاقا من جزائر العاصمة. القضية جاءت استغلالا لمعلومات مؤكدة مفادها فرار عناصر شبكة إجرامية متورطة في سرقات متعددة للسيارات باتجاه ولاية وهران، بعد فشلهم في محاولة سرقة إحدى السيارات بالعنف في بلدية زهانة ولاية معسكر، تم على إثرها وضع خطة محكمة وغلق المنافذ والمداخل المحتمل أن يسلكها المجرمون مع وضع نقاط رصد ومراقبة. أصفرت العملية بعد تحقيق معمق من توقيف 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و 55 سنة، من بينهم امرأتان ينحدرون من ولايات الجزائر العاصمة البوليدة ووهران. تم استرجاع 5 سيارات سياحية مسروقة، حد سيارة سياحية ودراجة نارية تستعملان في عمليات السرقة مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم، حجز معدات تستعمل في تزوير الأرقام التسلسلية ولوحات ترقيم للتمويه، جهاز حاسوب محمول وجهاز تسجيل من نوع DVR، بطاقات تسجيل مزورة للمركبات وهواتف نقالة. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات حول جناية تكوين جمعية أشرار لغرض إعداد الجناية السرقة مع توفر ظروف العنف، التهديد، التعدد، الليل، استحضار مركبة، إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، جنحة تزوير وثائق إدارية وجنحة إحداث تغييرات على مركبة. يبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكاوي المسبق ppgm.mdm.dz تحت تصرف المواطنين للتبليغ على كل ما يمس بأمنهم، سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.